هل في حديث النفر الذين قال بعضهم لا أكل اللحم دليل على أن صلاح النية لا يعني صلاح العمل، لأنهم أرادوا الخير ولكنهم أخطأوا؟ نعم، هذا صحيح، إنما يكفي صلاح النية مع مخالفة العمل. العبرة ما هي بالنية فقط، العبرة بمشروعية العمل. نعم، وإلا فكثير من أهل الضلال يريدون الخير، كثير من أهل الضلال والمتنطعة والغلاة والمتشددين يريدون الخير، لكن ليس لهم خير وليس لهم أجر. ولا تكفي النية، لابد من الاتباع، لابد من الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فلا بد من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه. نعم.